هنكمل مع بعض. لورتوغراف، لورتوغراف يعني الهجاء، كلمتين بنفس النطق بس كتابة مختلفة والمعنى مختلف. سو و سو، سو اي ان برونوم دمنستراتيف كي سمبلويي افيك اتر، يعني هو ضمير إشارة بنستخدمه مع فيرب اتر. سو سون و سي، سو سون اللي هي البلوريال، سي بتيجي مع سنجليو المفرد، يبقى سو سون بلوريال الجمع، سي بتيجي مع سنجليو المفرد. او انديتيرمينو ديمونستراتيف، اداة اشارة، كي سو بلاسي افون ان نوم، بتيجي قبل الاسم. اكزامبل سو غارسون، هذا الولد. سو غارسون، هذا الولد. خلاص كده، يبقى سو بتبقى ضمير إشارة مع فيرب أتر، وأداة إشارة مع الاسم، بيجي بعدها اسم. أما سو اللي هي أس أو إي أن برونوم بيرسونال دو لا تروازيام بيرسون، يعني إيه؟ هي ضمير ثالث بيجي مع إيه؟ بيستخدم قبل الفعل، ضمير ثالث بيستخدم قبل الفعل. إكزامبل إل سو ليفي أسيزور، هو استيقظ اسيزور الساعة السادسة، هو استيقظ. عندي ليفي بمعنى يستيقظ، بيسبقها سو اللي هي اس او بمعنى يستيقظ، يبقى السو بتيجي قبل الفيرب افون لو فيرب. اكزامبل دو ال سابيلون، هن يرتدين، سي سو اللي هي بتيجي افون لو فيرب، بتاتي قبل الفيرب. اما سو اللي هي سي او بتيجي قبل بعدها فيرب اتر، وبيجي بعدها ايه؟ اسم. كومبلات بار سو او سو، تمرين عندي كومبلات اكمل بواسطه سو او سو. اكزامبل 1 غارسون اي سبورتيف، الولد بيكون ايه؟ رياضي. هحط سو اللي هي سي او ولا اس او؟ تبقى سو، لان غارسون هنا النوم جايه اسم. نمرو دو إل بوان ليفون تارد، هم وصلوا أو استيقظوا متأخرا. إل سو ليفون، ليفون يعني إيه؟ يستيقظ. خلاص ده فيرب، يبقى نحط إيه؟ أس أو اللي هي سو. نمرو تروا سون ديزيليف، بيكون التلاميذ، هؤلاء يكونوا تلاميذ. سون عندي فيرب أتر بلوريال، يبقى أختار إيه؟ سو. تغبيان، نكمل بقية الأسئلة مع بعض. نمرو 4 سيسيل بروموني أو بوردو دو نيل، سيسيل بتتنزه على شاطئ النيل. سيسيل بروموني بوان بروموني أو بوردو دو نيل، بروموني فيرب بمعنى يتنزه، يبقى هنحط إيه؟ سو اللي هي أس أو. نمرو 5 بوان إيه لا ماتريس ضرب، ها هي مدرسة إيه؟ اللغة العربية. عندي فيرب آتر مع السنجليو، يبقى أحط إيه؟ سو اللي هي سو أو. نمرو 6 ليزنفون الأطفال بوان ريفيون تو، ريفيون هنا فيرب، يبقى أحط إيه؟ سو اللي هي أس أو. نمرو 6 جادور أنا بعشق بوان فيلم، بعشق هذا الفيلم. الفيلم عندي هنا ايه؟ النوم، يبقى احط ايه؟ سي او اللي هي سو عشان الفيلم النوم. نمرو 8 اخر نقطة ريجاردي شاهد بوان بو بابيون مالتيكولير، هنا بو اسم، يبقى احط ايه؟ سو، سو او. احنا كده يا ولاد خدنا الأورتوغراف، الهجاء سو سو، نفس النطق بس كتابة مختلفة والاستخدام مختلف تماما. خلاص كده فهمناهم مع بعض.